أشكر الحضور الكريم وأشكر كل من تضامن مع الأستاذ عبد الوهاب حسين من النشطاء والحقوقيين والشخصيات الأخرى، وعلى رأسهم زوجة إبراهيم شريف، هذا الرجل المناضل الشريف. نشكر فريدة غلوم على تسجيل موقف مع الأستاذ عبد الوهاب حسين. أننا اليوم نعاني من هنالك عدم اكتراث من بعض القيادات ومن بعض آخرين. اليوم الأستاذ عبد الوهاب حسين يمر في حالة سيئة، وإذا جئنا وقرأنا وتمعنا وتمحصنا لماذا الأستاذ عبد الوهاب حسين في سجنه لا يسمح له بالعلاج. أنا أتذكر في فترة البرلمان إنه قال ليس هذا البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب، وحذر القيادات من أن تدخل في هذا البرلمان. ثم أتت هذه الفترة وانقضت، وإذا به كلام الأستاذ عبد الوهاب حسين قد كان في محله. فالأستاذ عبد الوهاب لا ننظر إليه كقائد ورمز، وإنما ننظر إليه هو شوكة في عيون الظالمين، وهو من يستطيع أن يحلل وأن يستنتج ما بعد البرلمان وما بعد هذه الفترة. فهو الأستاذ عبد الوهاب حسين من الشخصيات الذي لابد على النظام أن يصفيه. كلنا نتذكر الشيخ الجمري. الشيخ الجمري عانى في السجن، ومن ثم بعد خروجه ظل فترة بسيطة، ومن ثمها انتقل إلى الرفيق الأعلى، لأن هذا النظام إنما يقمع من يجد فيه روح النضال وروح التحدي لكي يكسر إرادته ويصفي كل من يعارضه. فإذا قرأنا اليوم الأستاذ عبد الوهاب حسين حياته في خطر. أتدرون لماذا؟ لأن الأستاذ عبد الوهاب هو مفجر هذه الثورة، وهو المفكر التي لم تنجب ساحة البحرين مثل الأستاذين عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع. لولا هؤلاء الرجال لم نكن ندري هذا البرلمان كان باستطاعته أن يمرر علينا وأن نصدق أننا في ديمقراطية، بل الله سخر لنا هؤلاء القادة الأستاذ عبد الوهاب حسين الذين كانوا صادقين مع شعبهم، كانوا صادقين مع شعبهم وكانوا صادقين مع الشباب، فهم دائما مع الشباب ويطالبون بمطالب الشعب ولا يحيدون عنها. فاليوم الأستاذ هو حجرة عثراء لهذا النظام، فهو يريد أن يصفيه جسديا. فهنالك من الشخصيات لم يفهم الرسالة، وإنما أنتم فهمتموها أيها الشباب، كما فهمتم الطريق الذي رسمتموه في الصمود والتحدي. فاليوم أيها الأستاذ إننا نقف معك ونتضامن معك من أجل خلاصك من الأسر، ومن أجل أن تنال على علاج
على علاج يوفر لك الاطمئنان على حياتك التي هي غالية بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى هذا الشعب. نعم، الأستاذ عبد الوهاب حسين يعاني من مرض، وهذا المرض لا يمكن أن يتحمله الأستاذ في هذه الزنزانة، وهو يعاني من آلام ومن تنمل ومن شلل. فنتمنى بأن نكون قد نكون أن نسجل موقفا لهذا الرجل الذي ضحى من أجلنا، لهذا الرجل ضحى من أجل خدمة الدين والمبدأ، وكان صاحب رأي ومبدأ، وهو لا يلين، وهو لا يلين عن موقفه. فأتمنى على الشعب أن يكون له موقف وكلمة مع هذا الأستاذ المضحي الكبير الأستاذ عبد الوهاب حسين. ونشكر حضوركم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.